السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 12 معلومة حتى تحافظ على الكمبيوتر طول عمره. إعداد إبراهيم عبد الحميد. أول حاجة هنتكلم عنها هي الحرارة. الحرارة من أكتر الحاجات اللي بتقلل عمر أي جهاز كهربي وبالأخص الكمبيوتر، فلذلك لازم نراعي إن احنا نبعد الكمبيوتر عن أي مصدر من مصادر الحرارة. ومن المصادر دي مثلا الشمس، ما يكونش الكمبيوتر معرض بشكل من الأشكال للشمس، زي إنه محطوط ورا شباك، الشباك ده بيدخل شمس مثلا، ده ممكن يأثر على الجهاز في الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة ويخلي الجهاز يوصل لدرجة حرارة معينة تخليه يفصل ويرستر، يعمل ريستارت يعني كل شوية. فنراعي بعد الكمبيوتر عن الشمس وعن أي مصدر تاني للحرارة. تاني حاجة هنتأكد من كفاءة تشغيل مراوح التبريد. الكمبيوتر فيه مراوح تبريد كتير، من ضمنها مثلا في الكيسة في ثلاثة مشهورين قوي، اللي هو مروحة الكبريت اللي موجودة جوه الباور سبلاي، ومروحة التبريد اللي خاصة بالبروسيسور بالذات، خاصة بالبروسيسور لوحده، ومروحة التبريد اللي موجودة في الغطاء بتاع الكيسة ودي خاصة بالجهاز ككل. التلاتة لازم نتأكد ان هما شغالين بكفاءة وما بيصدروش اصوات او سرعة دورانهم مش قليلة، ونتأكد ان هما شغالين علشان يضمن لنا ده تهوية كويسة للجهاز. ودي النقطة اللي بعد كده، ان الجهاز لازم يتهوى كويس، بمعنى ان لو المراوح دي مش شغالة ممكن نفصل الغطاء بتاع الكمبيوتر ونجيب مروحة تانية نوجهها على الكمبيوتر، يعني نشيل الغطاء بتاع الكيسة ونوجه عليه المروحة بأي شكل من الأشكال، بس نضمن ان يحصل تهوية كويسة للكيسة. كده نكون خلصنا اول معلومة وهي بتتكلم عن الحرارة. بعد كده الأتربة. الأتربة برضو من ضمن الحاجات اللي بتقصف عمر الجهاز، فلازم نراعي ان مفيش أتربة تتراكم جوه الكمبيوتر، ونراعي ان هو يكون بطبيعة الحال موجود في مكان نظيف ما يوصلوش التراب الا في حدود يعني دخول التراب الطبيعي، ما يكونش المكان ده مكان مثلا على الشارع في منطقة كلها أتربة وكده، فالتراب يبقى بيتراكم على الجهاز كل يوم. بالنسبة لحل موضوع الأتربة هو فتح الكيسة وتنظيف البلاور كل 3 شهور مثلا او 6 شهور على حسب ما بيكون التراب بيتراكم جوه، بس يفضل ان انا كل 3 شهور افتح الكيسة مرة وانضف الجهاز جوه بشكل كويس جدا بالبراور وافك الرامات واركبها تاني واتأكد ان الجهاز شغال بكفاءة واركبه من اول وجديد. التنقل الكتير برضو من ضمن العيوب، ان انا يكون عندي جهاز ثابت اللي هو بي سي بيرسونال كمبيوتر، يعني اللي هو شاشة وكيسة وسماعات وكيبورد، الشكل المعتاد للجهاز مش لابتوب يعني، وانقله كتير. ده من ضمن الاسباب اللي بتأدي ان هو يبوظ، لان نقله كتير ده بيخلي مكوناته الداخلية تعلق، فبعد كده كل شوية تلاقي الجهاز محتاج انك تفتحه وتفكه وتقعد تجرب فيه لحد ما تلاقيه بيشتغل معاك تاني. كمان في عيب في الحالة ديت، ان بيحصل باد سيكتور للهارد ديسك. باد سيكتور ده هو ان اجزاء من الهارد ديسك تبوظ، مش الهارد ديسك كله يبوظ، لا اجزاء منه تبوظ. ففي الحالة ديت انت بتحل موضوع الباد سيكتور ده بانك بتتجنب انك تحط بيانات على الاجزاء اللي بايظة وبتحط بيانات على الاجزاء السليمة، بس عشان تتجنب ده كله لازم تحافظ على الهارد ديسك، وهو انك تحميه في مكان هو والجهاز مكان ثابت قوي، يعني ترابيزة ستيبل مستقرة ما بتتهزش، وما يكونش جنبه اجهزه تانية بتتحرك، يعني مثلا لو عندك برينتر من البرينترز القديمه اللي بتتهز ديت وهي بتطبع، ما تحطهاش على نفس الترابيزه بتاعه الكمبيوتر علشان الكيسه والشاشه ما يتهزوش، وفي نفس الوقت تضمن ان المكان اللي انت حاطط عليه الجهاز يكون ثابت وقوي. بعد كده بعد عن باقي الاجهزه الكهربائيه. بصفه عامه دي معلومه اساسيه، هي ان كل الاجهزه الكهربائيه المفروض تكون بعيد عن بعض، يعني ما ينفعش نحط اجهزه قريبه من بعض، لسبب ان كل جهاز له مجال مغناطيسي، مجال تاثير مغناطيسي، فلما بتقرب الاجهزه دي من بعض بيحصل تداخل بين المجالات. يعني انا لما احط برينتر جنب كمبيوتر، يعني جنب كيسه وشاشه، المجال المغناطيسي بتاع البرينتر بيبقى داخل جوه المجال بتاع الشاشه والكيسه، فبيأثروا على بعض، ودي طبعا حاجة غلط. بعد كده معلومة كمان، المعلومة رقم 4 لحماية الجهاز والحفاظ عليه،
التحميل من مواقع مشبوهه او غير موثوق فيها، دي من الحاجات اللي بتقصف عمر الجهاز برضه، لان في الحاله ديت الجهاز بيتملي فيروسات. من اشهر واكثر المواقع المشبوهه اللي بيتحمل منها وبيتعمل مشكله المواقع الاباحيه، لان المواقع الاباحيه مرتع للفيروسات، مرتع بمعنى الكلمه يعني الفيروسات. فالتعامل مع اي موقع مشبوه لازم يكون بحذر. طبعا دلوقتي الانتي فيروس اتطور وبقى بيحميك الى حد ما، ولما تيجي تخش على موقع مشبوه ينبهك ويحذرك ان هو مشبوه ويمنعك من دخوله. فما تلغيش الخاصيه دي في الانتي فيروس، عشان الانتي فيروس بيحميك من انك تدخل على موقع ممكن ان هو يحمل لك فيروسات وياثر على النسخه بتاعت الجهاز وتضطر تنزل نسخه ويتكرر الموضوع ده اكتر من مره، فده ياثر على الهارد وبالتالي الكمبيوتر يبتدي يبوظ. بعد كده النقطة الخامسة، نقل الملفات بالفلاشات دون عمل سكان، خاصة نقل الألعاب. دي برضه من الحاجات اللي بتأثر على الجهاز، لأن هي برضه مصدر الفيروسات، إنك تنقل بالفلاشة دايما الفلاشة من جهاز للتاني للتالت للرابع، بعدين تيجي لجهازك تبقى مليانة فيروسات، كل الفيروسات دي تخش على جهازك. خاصة بقى في الألعاب، لأن الألعاب من الحاجات اللي بتتنقل كتير جدا، ومن الحاجات اللي ما بتعملهاش سكان كويس، أو الناس ما بتهتمش تعملها سكان، وبالتالي بتبقى مصدر من مصادر الفيروسات. 6، اهمال عمل سكان وابديت للانتي فيروس. يعني ان انا لازم اسطب انتي فيروس وكل مده زمنيه محدده انا احددها، وليكن اسبوع مثلا اعمل له ابديت، وكل مثلا شهر اعمل له سكان، او كل اسبوعين على حسب استخدامي وقعد على الانترنت. لو قعد على الانترنت يومي يبقى لازم اعمل سكان كتير، عشان اول ما يظهر الفيروس الانتي فيروس يقدر يمسحه، وهكذا. طبعا لما بنسيب الفيروسات تتراكم جوه الجهاز، الفيروسات بتبقى اقوى من الانتي فيروس نفسه، فما بيقدرش يشيلها. يعني بعد شويه بيبقى المرض اقوى من العلاج، فبالتالي ايه؟ ما بيقدرش الانتي فيروس يشيل الفيروسات. فلذلك لازم تعمل ابديت على طول، ننزل ابديت للانتي فيروس من على النت، الفيروسات الجديده اللي هم اكتشفوها، وتعمل سكان برضو بشكل دوري. طبعا ممكن تحل المشكله دي بانك تظبط الانتي فيروس على موعد ثابت للتحديث ومسح الفيروسات التلقائي. يعني الانتي فيروس دلوقتي بيبقى فيه خاصيه اللي هي الاوتوماتيك ابديت او الاوتوماتيك سكان، بتحدد له يوم معين، مثلا وليكن يوم الجمعه من كل اسبوع الساعه مثلا وليكن 8 بالليل، اي وقت واي ساعه يعني في الميعاد ده كل اسبوع، هو لما انت بتفتح الجهاز بيعمل ابديت او بيعمل سكان على الفيروسات. بعد كده النقطة 7، عدم وضع أي مشروبات بالقرب من الكمبيوتر أو فوق. طبعا دي من الحاجات اللي برضه بتأثر على الجهاز، إن توصل له مية أو أي مشروب يقع عليه، فده يؤدي إلى إن ممكن البوردة بتاعته يا إما تتحرق يا إما تتأثر بالموضوع ده. 8، استخدام مشترك كهرباء خامته جيدة. من ضمن مشاكل حرق الكمبيوتر هي مشاكل الكهرباء. فعشان اضمن ان الكمبيوتر يعيش مده اطول، محتاج مشترك كهرباء اللي انا هوصل عليه الكيسه والهارد والسماعات والحاجات ديت، المشترك ده اللي انا هجمع فيه وصلات الكمبيوتر كلها يكون خامته كويسه، لان هو نفسه لو خامته سيئه، لو هو ضرب هو نفسه باظ من غير يعني الكهرباء مالهاش ذنب، ما حصلتش حاجه من الكهرباء، هو نفسه خامته سيئه ضرب باظ اتحرق، فيأثر على الجهاز وممكن يحرق لي راما، يحرق لي بروسيسور، يحرق لي البورده كلها، يحرق اي حاجه. فبالتالي انا اضمن الوقايه خير من العلاج، وهو ده شعار الحلقه ديت، ان انت تشتري مشترك كويس. كمان حاجه تانية لازم ما تسترخصش وانت بتشتريها، هي الباور سبلاي. لما تيجي تشتري كمبيوتر اشتري افضل ماركه لمزود الطاقه، الباور سبلاي، ما تسترخصش في الباور سبلاي، لان الباور سبلاي ده هو اللي بيوزع الكهرباء على المذر بورد، اللوحه الام، وعلى البروسيسور، وعلى كل مكونات الكمبيوتر. فلو الباور سبلاي ده خامه رديئه، ممكن ان هو نفسه يحرق المذر بورد او البروسيسور او اي مكون من المكونات التانيه. فبالذات الباور سبلاي المشترك حاول تشتري ماركات كويسه عشان تحافظ على الجهاز وتخلي عمره اطول. 10، عدم فصل الكهرباء عن الكمبيوتر مباشره. ودي نقطه اساسيه، ان انا مش لما اجي اطفي الكمبيوتر مش زي التلفزيون ان انا اشيل الفيشه، لا لازم اعمل شوت داون. دي نقطه اساسيه، ان كل ما بفصله بالشكل بتاع ان انا اشيل الفيشه قبل ما الكمبيوتر نفسه يفصل،
ده بيأثر على الهارد وبيأثر على النسخة وبيخلي الكمبيوتر مرة تانية يتأثر. في حالة تذبذب التيار استلم ثبت جوه استابلايزر. الناس اللي عندهم مشكلة في الكهرباء، الكهرباء بتعلى وتوطى، دول من ضمن الحلول اللي بننصحهم بيها ان هم يشتروا استابلايزر، يعني مثبت جهد. المثبت ده بيحاول قدر المستطاع ان هو يعني يراعي فرق الجهد اللي بيحصل لما الكهرباء بتعلى وتوطى، يثبت هو التيار في الحاله دي، فبيبقى جزء من انحناء الكمبيوتر في الحاله ديت. وبيبقى لو الكهرباء قلت ووطيت قوي في الحاله دي، الاستابلايزر ده في حاجه صغيره كده عامله زي اللمبه بتتحرق، ده بتتعمل كحماية للكمبيوتر، وبالتالي بتحمل الاستابلايزر نفسه لان الجزء الصغير ده انت بتشتريه، وبقية الجهاز بيفضل سليم. لو صاحب شركة او عندك اجهزة كتير اشتري يو بي اس. يو بي اس ده جهاز بيتوصل عليه لما بيبقى عندك اجهزة كمبيوتر كتير جدا. واحد مثلا صاحب شركة عنده 100 جهاز كمبيوتر مثلا، او صاحب محل سايبر نت عنده 20 جهاز او 25 جهاز، في الحاله دي هو لو حصل مشكله في الكهرباء وعليت ووتيت فجاه والاجهزه دي كلها اتحرقت منها، تبقى التكلفه عليه كبيره جدا. ففي الحاله دي ما يستخسرش ويشتري يو بي اس. يو بي اس ده وظيفته ايه؟ اليو بي اس ده زي بطاريه، زي بطاريه بيسمح لك بانك تحتفظ بالتيار، او هو بيولد لك تيار لمده مثلا نص ساعه بعد ما الكهرباء تقطع. يعني بعد ما الكهرباء تقطع هو بيبقى الاجهزه متوصله عليه، بعد ما الكهرباء تقطع، الكهرباء قطعت خلاص، الاجهزه بتاعتك ما زال واصل لها كهرباء من اليو بي اس لمده مثلا 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، على حسب قدرته هو. طبعا في الحاله دي بتقدر تحفظ ملفاتك اللي انت كنت شغال عليها بدل ما هتروح لان الكهرباء قطعت، بتقدر تعمل شت داون للجهاز بشكل طبيعي وتنتظر لما الكهرباء تيجي وهكذا، فتحمي عدد الاجهزه الكبير بتاعك فبتقلل الضرر عليك. المعلومه 12، اعمل صيانه وقائيه سنويه على الاقل. يعني لازم كل سنه تعمل صيانه للكمبيوتر زي ما بتعمل صيانه للعربيه، بمعنى انك تتاكد ان هو نضيف من الاتربه، تشوف الاجزاء اللي عطلانه جوه وتصلحها، تشوف الحاجات اللي بتزن وتغيرها، تشوف اي حاجة، اي هو بيدي اي الارم من اي نوع، رمى خامتها رديئة بتخلي الجهاز يعلق كتير تغيرها وهكذا. دي اسمها صيانة وقائية، يعني صيانة قبل ما الجهاز يعطل بحميه من انه يعطل، بمعنى الوقاية خير من العلاج. من ضمن برضو الصيانة الوقائية المنسية هي تغيير المادة الحيوية الموجودة بين البروسيسور ومروحته سنويا. يعني كل سنة في مادة حيوية كده عازلة ما بين البروسيسور، بتحط بين البروسيسور وبين المروحة بيضة كده، فالمادة ديت لما بتغيرها كل سنة بتجددها، وبالتالي بتجدد حماية للبروسيسور بتاعك. وبكده نكون انتهينا من الحلقة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.